مساء الخير أو صباحه، نلتقي مرة أخرى على المحور الثالث من محاور الأدب بالعربي في شعبة الآداب. في سنتكم الرابعة تدرسون هذا المحور نفسه من أشكال القص في الأدب العربي القديم، وتدرسونه من خلال قسم الرحلة من رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. علينا بدءا أن نقف أمام هذا التحديد، إننا لا ندرس رسالة الغفران كجنس من الكتابة النثرية يسمى الرسالة، إننا ندرس فحسب جنسا من الكتابة النثرية يسمى القصة. إذن نحن ندرس القصة الواردة في رسالة الغفران. فرسالة الغفران فيها أولا مقدمة، وفيها ثانيا إذن رد على إذن رسالة ابن القار، هذا الرجل المدعي الأدب الذي بعث برسالة إلى أبي العلاء المعري، هي رسالة استفزازية يحاول أن يحدث مع هذا الرجل حوارا ثقافيا أدبيا، ويرسل له رسالة، لكن أبي العلاء المعري يرد على تلك الرسالة برسالة هي رسالة الغفران، فيها مقدمة وديباجة، وفي قسم ثان منها ذكر لوصول الرسالة ووصفها، وفي قسم ثالث الرد على الأسئلة التي سألها إذن ابن القاريحي لأبي العلاء المعري. إذن أقسام رسالة الغفران ثلاث. قسم أول هو الديباجة أو المقدمة، وتبدأ باللهم يسر وأعن. والقسم الثاني من الرسالة هو ذكر وصول الرسالة، يعني رسالة ابن القاريحي، ووصفها، وتبدأ على النحو التالي: وقد وردت الرسالة التي بحرها بالحكم مسجور، ومن قرأها مأجور، وأنفيتها مفتتحة بتمجيد، صدر عن جيده في قدرة رب المجلة تغمطه أن يجعل كل حرف منها شبح نور. وهذا ما تجدونه طبعا دون أن أفصل القول في نصكم الأول. ثم بعد ذلك يأتي قسم للرد، ذلك أن رسالة ابن القارح قد إذن قامت على جملة من الأسئلة وجهها إلى أبي العلاء المعري في مسائل أدبية وعقائد، فيجيب أبو العلاء المعري على تلك الأسئلة تباعا كما وردت تنظيمها في رسالة ابن القارح. لكن هذا كله لا يهمنا، ما ندرسه هذه السنة هو القصة. ولكن أين القصة؟ ما بين القسم الثاني وهو ذكر وصول الرسالة ووصفها وقسم الرد استطرد المعري استطرادا عظيما، كان أعظم استطراد في تاريخ الرسائل في العربية. لقد استطرد المعري استطرادا قص فيه قصة خيالية ارتحل فيها بابن القارح الأديب الحلبي المعاصر للمعري في القرن الرابع، رحلة إذن أماته فيها وبعثه من قبره وأدخله الجنة بعد حساب طويل، ثم جعل هذا الرجل يخطر له زيارة أهل النار. وسيكون موضوعنا هذا اليوم هو قصة ابن القارح في عالم الآخرة محشرا وجنة ونار. وهذه القصة لها في كتاب المعري رسالة الغفران ترتيب، ونحن سنجعلها على ترتيب آخر قوامه الحكاية، بمعنى أننا سنتبع التسلسل الزمني في قص أحداث القصة. فنبدأ أولا بحشر ابن القارح، ثم دخوله الجنة، ثم زيارته لأهل النار، ثم عودته إلى الجنة حسب التسلسل الزمني للأحداث. ولكننا طبعا نجد في قصة الغفران شكلا آخر، هذا الشكل الآخر هو أن
قصة الغفراني تبدأ وابن القاريحي في الجنة، ثم يتذكر كيفية دخول الجنة ويقص قصة الحساب، ثم يعود إلى الجنة من جديد، ثم يزور أهل النار، ثم يعود إلى الجنة من جديد. إذن نحن سنعتمد منطق الحكاية، بمعنى ترتيب الأحداث حسب وقوعها زمنيا، فالسابق أولا واللاحق ثانيا. إذن استعدوا الآن لسماع هذه الحكاية.